أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما أستاذ فهد عبد الجليل بغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أبو فهد، حياك الله وساعة مباركة. الله يبارك فيك. اليوم طبعا راح نستكمل حديثنا عن مجلة الرياضي، 25 ديسمبر 1993، وخالد البحو. خالد البحو نجم نادي كاظمه، وانتقل النادي العربي، لعب فتره النادي العربي، ونجم المنتخب الوطني، صانع العاب من الدرجه الاولى، نجم مميز خلوق، قدم كره الطائر عندنا بالكويت الشيء الكثير، خصوصا مع نادي كاظمه والمنتخب الوطني، ومع النادي العربي احرز بطوله الدوري. طبعا بدايه لقاء مع لاعب كاظمه المنتخب الوطني الكويتي خالد البحو، احد نجوم الكره الطائره مثل ما تفضل فهد. طبعا تكلم عن بدايته، يعني الكره الطائره، فيقول البدايه كانت صدفه ما خطط لها، يعني خالد البحو، كانت بالضبط عام 1979. يقول كان ضمن افراد فريق المدرسه لكره القدم، وعرفت انهم سيشكلون فريقا لكره الطائره. يقول واذكر ان الحكم عبد الله العتيبي هو اللي اطلق تلك البدايه، حيث دربنا على اللعبه وعلمنا اصولها. عبد الله العتيبي حكم، يعني كان لاعب نادي كاظمه، واتجه للتحكيم في اخر بعد الاعتزال قصدي، وهو مربي فاضل، وانا درسني شخصيا يعني في مدرسه ابره خيطان المتوسطه، وكان يعني يعتبر كشاف لنادي كاظمه، وكان يستقطب المواهب ويوديهم نادي كام، سواء قدم، سلة، يد، طائرة، يعني كان مع نادي كام في تلك الفترة. صحيح. طبعا فيقول يعني فوجدت لعبة كرة طائرة خالية من الخشونة أبو فهد. صحيح. ونادر ما الواحد يعني يتعرض فيها لإصابات الخطرة. طبعا فيها يعني لما الجنب هذا لما تنط وتنزل يأثر على الركبة، خصوصا بعض نعم. الصالات يكون فيها ماء، يكون فيها مثلا رطوبة في الأرضية فتزلق. نعم. تأثر، لكن كاحتكاك بين الفرق الثانية بخصوم نعم. مثل لعبة السلة واليد والقدم لا. فيقول تعلقت في هذه اللعبة ومارستها كثيرا، وفي نهاية العام الدراسي تم تنظيم مباراة ودية مع نادي كاظمة بين المدرسة ونادي كاظمة، وبعد أن يعني حضرنا النادي اكتشفنا أنها ليست مباراة وإنما حيلة من المدرب الكشاف الذي استطاع أن يسجلنا يومها بالنادي، وما زلت فيه حتى الآن. يعني هذه فكرة جديدة صراحة، يعني احنا تعودنا اكتشاف المواهب تصير عن طريق تنظيم بطولات، خصوصا نعم. بالصيف، سداسيات، سباعيات يسوونها بعض الأندية لاستقطاب النجوم، يعني حتى سباعيات سداسيات من ضمن الشروط ان الفريق يشرك فقط بس لاعبين مسجلين في أندية أخرى، لأن يبون اللاعبين مو مسجلين عشان يسجلونهم عندهم. نعم. طبعا سأل المحرر اللي هو أسعد زيدان عن يعني مستقبل كرة الطائرة يعني في الكويت. يقول منتخب منذ أكثر من 7 سنوات، هو طبعا مؤلف من لاعبي القادسية وكاظمة فقط. صحيح. ونادي الكويت بعد. إيه. ولا بدلاء لهم. من متى؟ منتصف؟ يعني يقول من 7 سنوات. إيه. يعني. صحيح. يقول يعني القادسية وكاظمة فقط. صحيح صحيح. عرف شلون؟ وسمعنا أن هناك لجنة تطوير كرة الطائرة وتضم أعضاء لكلهم كل احترام، لكننا ما شفنا نتائجها إلى الآن. طبعا ما ندري شنو قدمت هذه اللجنه وفهد. لذلك طبعا يعني وجود يعني 5 انديه فقط تشارك بدوري الدرجه الاولى من بين 14 نادي كويتي، وهي القادسيه وكاظمه الكويت والساحل والجهره، ثم يدخل يرموك ليرفع الرقم الى 6 الموسم الماضي، ويشارك ايضا فيحيل والعربي لاول موسم. ايش رايك يطلع فاصل بغازي؟ ان شاء الله. نتابع بقيه الحلقه اعزائي المشاهدين، خلوكم معنا لا تبعدون. فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الرياضي في ديسمبر 94. نعم. فطبعاً
يعني يتكلم كذلك يعني عن نواقص اللي واجهها كان أو تواجهها هاي اللعبة طبعاً. فتكلم هناك نواقص كثيرة يعني، هناك مدرب واحد لم يتغير من عام 86 لعام 92 وهو البلغاري فاسل، وقضى 7 سنوات ثم ترك الفريق بعد أن حقق إنجازات لا بأس بها، وجاء المدرب الجديد إدوارد سكوريك وهو الذي رافق الفريق البطولة الأخيرة في تايلند وكانت نتائج مخيبة للأمان. وبعد بطولة طبعاً تايلند وضع الاتحاد اللوم مع الأسف على اللاعبين، لدرجة أن أعضاء يعني أحد أعضاء الاتحاد بدأ بتقييم اللاعبين وقال بالحرف الواحد بأن هناك لاعبين كبار في السن وهناك قسم آخر منهم لا يلتزمون، أما البقية فأنهم ذهبوا للسياحة ويقضون معظم الوقت في الأسواق على الرغم من أن يترأس الوفد. هذا الشخص اللي يتكلم عن واحد، فكيف وأنت رئيس الوفد؟ أعتقد أن بهذه الحالة قد يعني أدنت نفسك، يعني أدان نفسه بأنك غير صالح لأن تكون رئيس الوفد إذا كنت ما تقدر سيطرة على اللاعبين. وهناك سؤال آخر وجهه له شخصيا، ما هو مؤهلك الفني لكي تحكم على اللاعبين؟ فكان يعني فتكلم طبعا عن أن ما حدث في بطولة تايلند صار 4 تشكيلات يعني ما كان تشكيل مستقر للمنتخب بوفهد، فهذا طبعا أثر على يعني أداء الفريق يعني في ذاك الوقت. ويقول بعد عودتنا يعني شاركنا يعني في بطولة الأندية العربية التي أقيمت بالقاهرة، وحين عودتنا كان المنتخب غادر إلى هولندا ولذلك تخلف بعض الزملاء ولحقنا بهم بعد 10 أيام فقط. تخلف أيضا فارس موسى وسام الجزاف، أحدهم كان قد تم تعيينه حديثا في الخارجية فلم يستطع الخروج للبطولة، أما الجزاف فلظروف لا أعرفها رغم يعني ما أدري شنو ظروفه. سام الجزاف المذيع رغم التزامه بالتدريب يعني يقول لاعب ملتزم، بس سام الجزاف مو لاعب مميز بالقادسية. نعم يعني هذا طبعا هني تكلم يعني عن يعني مستقبله الشخصي الرياضي. طبعا يعني نتكلم على موضوع يعني انه بي يوم راح نعتزل، يعني هذا الجيل راح يعتزل. صحيح يعني اتمنى ان الجيل اللي ورانا يعني يتم تاهيله وتدريبه. صحيح. والاهتمام به بالشكل الكافي. هذا طبعا بالنسبه حق لقاء طبعا لاعب كره الطائره خالد بحو. الحين ننتقل طبعا الى يعني موضوع اخر ابو فهد. يعني ايش رايك ابو غازي؟ احنا وصلنا التجوري، شوف لنا صورة حلوة نتكلم عنها. والله أنا دائما وأنا صغير أقص هدية مجلة الرياضي. يعني وهذه الهدية اليوم من نجوم الخليج وكرة القدم، حمود سلطان محرق البحريني ورمزي العصيمي شباب السعودي. صحيح. إيه نعم. صورة جميلة للكابتن أبو حسام، فاكهة الخليج صراحة، الكابتن حمود سلطان وأيضا نجم رمزي العصيمي، نجم نادي الشباب، قلب الدفاع، نجم صلب صراحة، شكل ثنائي مع عبد الرحمن الرومي وأيضا مع صالح الداود، لعب وياه لما كان الشباب يلعبون 3-5-2 كان عبد الرحمن الرومي يلعب وراء وصالح الداود ورمزي العصيمي يلعبون مساكين، وجدامهم فؤاد أنور وجدامهم خالد شنيف وجدامهم عبد العزيز الرزقان وجدامهم بعد منه الكلتم وجدامهم عشان ننسى أطراف طبعا عبد الله اسمه عواد العنزي وروس حرب هناك موجودين معروفين يعني فهد المهلل وسعيد العويران ومحترفين بلادي كوما منصور اياندو هذول وسعود السمار حارس المرمى، هذول النجوم اللي تمتعنا فيهم مع نادي الشباب السعودي. اعزائي المشاهدين وصلنا نهايه حلقتنا، لا يسعني في نهايه الحلقه الا اني اشكركم على المتابعه واشكر زميلي فهد عبد الجليل. الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه ومع السلامه.